عماني كان فيها الإنسان اليمني الباحث عن حقه في الحياة محور اهتمام قناة بلقيس. بلقيس بداية الحكاية، حكاية تميز ونجاح ومهنية. على مدار الساعة سخرنا كل ما هو جديد في التكنولوجيا لنصلكم بأفضل جودة. حرصنا على أن نكون نبض الشارع وأكثر قربا من معاناته، وهذا وعد قطعناه على أنفسنا. من خلال كاميرا بلقيس نقلنا أخباركم على مدار الساعة. نستوعب كل الآراء ونستعرض كل وجهات النظر. Belkıs TV'nin teknik başarısını güvenli ve yeni tutmak için takım arkadaşlarımızla beraber her daim çalışmalarımızı en üst seviyede tutmaktayız. مثل المساء اليمني أهم روافد نهر بلقيس في أصعب عامين مرت بهم اليمن. تطلعنا إلى الصدارة وراهنا على الموضوعية والمصداقية وإعلاء قيمة الإنسان وكسبنا الرهان.